انا بنت تشوف تيفي، انا بنت تشوف الخلع الا كاينه. انا عاد غنفكر ليش باش نفكر، ايش باش نفكر؟ عند بنو راجل، عند بنو راجل، عند بنو راجل، عند بنو راجل، قتلوه قتلوه قتلوه. الولد بدا يدير العصا باش دخلت عندو لقيت التنفس هنا، الولد بالتنفس الصناعي. فاش دخلت عندو لقيتو غير بالتنفس الصناعي، وسولت الاطباء قالوا لي حالته مبشره بحالته ما كتخشاش بالخير. الدري واكل الدق بزاف، واكل العصا والدقه اللي قتلاتو هذا ماشي دري صغير اللي ضربو، ضربو كبير، كبير ولا صغير فين المسؤولين. انا بغيت المسؤول يبان، بغيت مدير المؤسسه فينو. واخا لالا غنعطيوك الشريفات. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي. فاس تهتز على واقعة أليمة للأسف الشديد ديال وليد في عمره 14 سنة. صيفطاتو هاد الأم مسكينة مكلومة وكتشوفوها كيفاش في حالها السيرية. هي تنحدر من دوار دار عياد بتيسة إقليم تاونات، جابت ولدها المؤسسة هنا. كتقول هي حسب التعبير ديالها دار القرآن جابته باش يقرأ، فإذا بها كتفاجأ كيعيطوا لها كيقولوا لها ولدك راه كوما، راه جبناه للمستشفى باش يتلقي العلاجات. كيقولوا هما الاثار ديال الضرب فيه، حنا صيفطنا ولدنا يقرا، فاذا بنا كنتفاجئوا على اننا لقينا ولدنا مقتول بهذا صريح العباره كيقولوا. غادي نخليو الام تتحدث وتحكي لنا تفاصيل هذه الواقعه الاليمه. الشريفه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لاله بعد البركه في راسك، انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبرك يا لاله، الله يصبرك، الله يصبرك. انا مدور دار عيال، صيفطت ولدي يقرا في دار القران. ملي صيفطتو كيعيطوا عليا قالوا لي ولدك واش كيطيح ولا كيمرض. انا ولدي عمره ما مرض ولا تشكى لي في شي حاجه. ملي هذاك ما عمره في حياته، من عيط قال لك انا غنوصل للمستشفى ونعيط لكم. من بعد ملي عيطنا قلنا حاولوا ما امكن، حاولوا ما امكن باش توصلوا عليه دغيا. فاش جيت انا صيفطت ولدي ميت، تقريبا ميت، تنفس غا صناعي، ما حس بيا، ما شافني، ما عرفني، ما والو. انا ولدي قتلوه لي، انا ولدي ضربوه لي، انا ولدي ما خلاوش فيه دك دكو دك دكو، داتو كله زرقا وضربينا في قلبه، ضربينا في جنبه واش مطيحين لي الكلاوي ولا الله اعلم. قتلوا لي ولدي. انا كنطلب من الله وكنطلب منكم تشدوا لي حقي، شدوا لي حقي من دراسه حفصه في فاس. بلا ما نقولوا السميه، بلا المهم راه باين القصه، باين بلا ما نقولوا. واخا لاله انت دابا فوق صيفطتي ولدك يقرا، وشحال هو كيقرا؟ هادي شهر، هادي دابا شهر باش دخل، هادي عاد شهر وبقاو كيقتلوا لي في ولدي وهما قتلوا وخلاوني. نعم صيفطتيه، شكون اللي جابو؟ جبتي بيديك؟ الاب ديالو. اي الاب ديالو. الاب ديالو دابا، الاب ديالو فين هو؟ مشى مع الجدرميه، مشى مع البوليس يدير باش يخرجوه. واخا عيطوا لك انت هنا، قالوا لك ولدك راه في المستشفى، ما مشيتيش عندو المؤسسه؟ لا ما مشيتش، قالوا لي ولدك راه طاح. واش واقع له شي حاجه؟ واش كيشرب شي دواء؟ انا ولدي عمره ما شرب دواء. ملي رجع قال لك من هنا واحد شويه حنا غنرجعوا، ملي نوصلوا للمستشفى غنعيطوا عليك. ملي عيطوا عليا قال لك تلحق عليه دابا. فجيت انا بعيده بحرا باش وصلت، ستم ما هضر معايا ما والو، ما قال لي لا شكون ضربوه ولا والو، ولا راه كاين باين اللي كيقريوه ضربوه، اللي كيقريوه ضربوه. واخا الاثر ديال الضربه لاله، فيه الاثر ديال الضرب؟ فيه الاثر، عنده الاثر في جنبه، ضربينا في صدره. هذاك ديال الطبيب، عندنا التقرير ديال الطبيب، هو غنقبل التشريح. الا كذبتوني سيروا للتشريح ديال الجهه التهمه غيشرحوه وتعرفوا شنو كاين وتابعوا هذا الشيء. انا كنت كنشوفك مكلومه وكتبكي وحاسه بالصدمه، حاسه انا مصدومه. وكيقول العقل انا ميته، انا مت مع امين في الطبيب، انا ما حياش، انا ميته، انا حاسه براسي ميته. انا وليد اللي كيقرا معايا عاود لكم كيفاش وقع له، كيفاش كيوقع للدراري معاه بزاف، كيضربوا بالقراعي، كيتجرحوا، كيتهرسوا، كيوقع لهم بزاف ديال الحوايج. لا هو المدرسه فيها العنايه وفيها هذاك، ما كاين لا عنايه ولا والو. لا عنده ولاد عزازين عليه خليه. منين انتوما، واش انتوما كنتوا عارفين هذا الشيء ولا ما كنتوش عارفين؟ ما كنتش عارفه، كيف كنت عارفه؟ انا غنصيفطو ولدي، انا ما عارفاش، انا ما عارفاش. وجرب الكبده، واش انت تكون عارفه شي حاجه صعيبه وتصيفط لي لها ولدك؟ انا ما عارفاش. انا واش كطالبي لاله دابا انت؟ الحقوق ديال ولدي يظهروا، الحقوق ديال ولدي، وهذا اللي ضربه يتربى. انا كنطلب من سيدنا يوقف معايا في هذه المحنه اللي انا فيها. انا كنتقطع، انا العافيه تاخذها لي في قلبي. الا بغاو يحسوا بيا هذا المغرب اللي كيقول لك المغرب ديال الاسلام وديال المسلمين، يوقف معانا يشوف شنو كاين، يشوف هذا الاي كيما وقع لولدي غيوقع غدا لواحد اخر وغدا لواحد اخر. لا عنده ولاد عزازين يشدهم في دياره. واخا شريفه، واش كاينين تما كاميرات؟ كاينين الكاميرات؟ الكاميرات وراهم لي الكاميرا البوليس. ولكني انا في ذاك اللحظه فاش كيدابز مع ذاك الولد كينقز، رجع يدرك عليا الولد. فاش بان لي لاقيها بارك على عامر. كان كيدابز مع شي ولاد،
تابعوا شي ولد تبعوا لشي صوت. ولكن الدقه الكبيره ما عند من خداها الله اعلم. هو مضروب يمكن ما قبل. واخا لا دابا ياسين حنا غنحاولوا نمشيو دقه بدقه اللي كاين. انتم شفتوا الكاميرا طلعتوا الكاميرا شنو بان؟ شكون اللي شاف كاميرا؟ ملي جا لقاني كنبكي قال لي هاك تشوف شفت غا واحد شويه في البلاصه حيدوا داك الشيء. انا راه ما شفتش داك الشيء مزيان. خاصني يجيبوا الكاميرات ويشوفوهم المخزن ويوريو الكل شيء. كيفاش وقع لي انا لولدي؟ كيفاش انا تضيعوني في ولدي؟ كيفاش انا ضيع المسؤولين؟ المسؤولين اييه. واش عند واش دري في الزريبه؟ واش عباهم واش غلام؟ كيطلقوا الغلم يدارسوا يقابلوا الاولاد يعتنيوا بهم ولا خليهم في ديارهم؟ هادشي ما كنطالب. كنطالب الله داك مدرسه حفصه باش تسد. ما نقولوش السميه، السميه حنا لا حنا 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 لا نتحمل. حنا الهدف ديالنا كاعلام وطني هو اننا نجيو لعند المواطن ونوصلوا الصوت ديالو. لا نتحمل مسؤوليه التشهير بطبيعه الحال. متابعينا الاوفياء الله يصبرك لالا، الصوت ديالك راه وصل بطبيعه الحال. شريفه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شكون كتجي لهذا الوليد هذا اللي ولد اختي؟ البركه في راسكم. ما مشى معك باس اولدي، ما مشى معك باس. ممكن تضيفي اللي غنضيف انا البارح في الدار؟ نعم. عيطت عليا اختي في التليفون كتغوت كتبكي شنو كاين؟ قالت لي امين امين راه في المستشفى. كنقول لها فين؟ كتقول لي ما نعرف. عاد اتصلت بباه قال لي راه في المركب. جيت دخلت لقيت الوليد دايرين له التنفس الصناعي، الروح عنده غير هنايا في هذه البلايص هذه. درت مع الاطباء قال لك عنده الحاله خطيره جدا. قلبت الولد لقيته مضروب، بغيت نقلب لوداته كلها عنده ذوك الخيوط ما يمكنليش نحاديه. عيطت عليهم قلت لهم الولد حسبوه ميت، التنفس الصناعي الولد غتحسبوه ميت ماشي حي. الوليد حسبوه ميت، لقيو قدامكم وراكم ولكن اختي صبروها. قالوا لي اختك مشات بالحفاره راه هو ذاك كتسبق. عيطت على ولد خويا قلت له طلع بالطوموبيل كتجري جيب اختي راه ما غتلحقش ولدها. فعلا شناه البارح انا وعمته. الوليد كان بركلي على هذا العريق، هذا القلب ما كيضربش. كان رجيلات باردين، ليديدات باردين، الضفيرات ديالو زرقين، الولد مهلوك عصا، مهلوك عصا. حنا اللي كنطلبوا من الله. شكون اللي ضربو؟ الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. الله حنا كنطلبوا من جلالة الملك، حنا كنطلبوا من الناس، حنا كنطلبوا من المسؤولين ياخذونا حق الولد ديالنا. ولدنا ضعنا فيه، ولدنا راه ما يردوا لنا حتى شي حاجه ولا يعطيونا مدينه على قدها. ما كاينش اللي يرد لنا هذاك الولد. وليد مهدن معقل، كان كيجي عندي انا الخميس والجمعه تبارك الله الصلاه الدين. ما الوليد شادي نقول لك الوليد بخير اطيب خلق الله. ما كي وخواف وخواف، راه الا جاو يضربوه راه غيصمت وغيخليهم يضربوه. الولد من داك النوع الخواف، الولد ماشي من داك المزندقين، ماشي من داك هذا. الولد ولد العائله، شباف عمامه شباف خواله شباف. حنا عائله محترمه ناس طيبين. راه هذا الشيء اللي كنقولوا راني كنقولوا وراني اش غادي نقول لك، راني حامقه وهابله. وهذا الشيء اللي قسم الله، اللهم لك الحمد. نعم. المؤسسه اللي كتواصلوا معاها شنو كيقولوا لكم؟ ما عمر لا دابا فاش دابا المؤسسه جات البارح، جات البارح قال لك ما تشوهوناش. عرفوا كيفاش تهضروا؟ كيفاش ما نهضروش؟ كيفاش ما نشوهوش؟ ورقبه هذه رقبه ولدي، رقبه 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 رقبه. ها العمه ديالو تهضر. حاضر لالا، العمه ديالو الان متابعينا. تفضلي لالا قربي الميكرو. لالا السلام عليكم. المؤسسه حاولتوا تواصلوا معها شنو كيقولوا؟ لا ما تواصلناش معها نهائيا. وهما كيف جابوه عيطوا لنا، طلعنا للطبيب جبرنا الوليد في حاله خايبه بزاف. اللي عيط لكم بعدا عيطوا لنا غير العائله اللي جلوا العائله هما اللي عيطوا لنا. جينا علينا احنا جبرنا الوليد في الانعاش صافي، ما كيهضر ما كيتحرك ما حتى شي حاجه. وعنده الضربات، عنده الضربات زورق هنا في جنابه. وهذا الشيء اللي كاين. وحنا باش كطالبوا دابا انتما؟ باش حنا كنطالبوا بحق ولدنا ما يضيعش. بغينا هذا الوليد ما نضيعوش في حقه. لحقاش بغينا نعرفوا شكون اللي ضربوا؟ واش هذا الولد عنده 12 عام هيقتلوا؟ ما غاديش يقتلوا. هذا اللي ضربوا راه ضربوا كبير، ما يمكنش ولد 12 عام غيقتل ولد 14 عام. الكاميرا شنو بينات الكاميرا؟ احنا مازال ما شفنا والو. شافوا البوليس داك الشيء شافوه وقال لك راه كانوا غير كيلعبوا، كانوا كيلعبوا هو وشي وليد. هو اللي الدقه ديالو هي اللي جات له في جنبه تعالي الله ويعطيه. مازال ما متاكدينش احنا من كل شيء. نعم واخا لالا شكرا جزيلا. شكرا اخويا. متابعينا الاوفياء، قصه ماساويه ديال هذا الولد بطبيعه الحال اللي مشى عند الله. اكيد الام ديالو حالة هستيريا، الأم ديالو مسكينة مصدومة تحت الصدمة مكلومة كتعيط لله اللي خلقها.
صيفطت ولدي يقرا جيت لقيته ميت. صيفطت ولدي يقرا، انا من تاونات، انا من الاقليم ديال تاونات من تيسام دار عياد. صيفطت ولدي الناس دراوش الابسط يعني الاقصى درجه، صيفطت ولدي يقرا ما بغيناش حقه يضيع بطبيعه الحال كما كتشوفوا الصرخه ديالهم. صيفطت ولدي يقرا جيت لقيته ميت في يعني في في في, في المستشفى. عيطوا لي قالوا لي ولدك ميت. كيفاش غيكون الحال هذه السيده الان متابعينا الاوفياء وانتم كتشوفوا معنا مصدومه مكلومه كتعيط الله اللي خلقها باش المسؤولين يوقفوا معها في هذه المحنه ديالها. متابعينا الاوفياء صراحه انا ما نكذبش عليكم، المشهد مبكي. شريفه ولدك ميت لداخل دابا الان. انا كنتقطع، انا كنحس براسي راني ميته حدا، انا ما عايشه، انا ميته. كنطلب من المسؤولين الى عندنا شي حقوق حتى حنا، الى عندنا شي حقوق حتى حنا البانو. كنطلب من جلاله الملك يوقف معايا، يوقفوا معايا ويشدوا لي حق ولدي. انا ضات ولدي، انا ضات كبستي، انا كنطلب من الله وكنطلب من هاد المسؤولين اللي ما يوقفوا معايا. انا كنتقطع، انا حاسه براسي ميته، انا ما عايشه، انا ميته، انا ميته، انا ما عايشه. يوقفوا معايا، يوقفوا معايا، ياخذوا لي حق ولدي. انا ضات ولدي، انا ضات ولدي، انا ضات ولدي. لا عندنا شي حق. الولد تما هو مصدوم، الولد الاخر اللي كان معاه مصدوم، الولد الاخر عندنا مصدوم، الولد الاخر اللي في دار القران اللي شاف خوف داك الحاله هو مصدوم، هو مصدوم، ما كيهضرش، ما كيهضرش، ما كيهضرش، هو مصدوم. كلشي مصدوم. الوالده عندي عندها السكر طايحه، ما كاينش تما اللي هذا اللي تارس كيمشي يجبروه ويديوه، واللي تضرب بالجاج كيمشي ويغرزوه. ما حنا كان حنا كنطلبوا بحق ولدنا، حنا كنطلبوا حق ولدنا يبان. جلالة الملك شوف الأمة، جلالة الملك شوف الأمة، الناس ضايعة، الناس ضايعة، ولادهم كيموتوا. احنا كنطلبوا حقنا وحق ولدنا. حنا تقطعنا، حنا مشينا، حنا مشينا با فواحد الحاله ما كايناش. الولد هو عندنا، الاخر هو مصدوم، الولد عندنا صغير مصدوم. لا حول ولا قوه الا قوة، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الوليد الصغير، ولدكم الصغير شنو كيقول؟ شاف مني كان لقاه، لقاه طايح، لقاه الولد الصغير، لقاه تما طايح تما في الجمعيه في السراحه تما عند واحد الساحه كبيره. كيقول له بغيت نشرب، بغيت نشرب، عطاه الولد شرب صافي. هو تقلقا قبطنا وكيقول له بغيت نشرب، بغيت نشرب، بغيت نشرب. ما عرفناش الدقه منين جات، الله اعلم، الله اللي عالي وعالم. اذا انتم كتطلبوا فتح تحقيق في هذه الافراد، شوفوا تحقيق لرجال الامن بطبيعه الحال. هذه المطالب ديالهم لرجال الامن والسلطات، مشكورين على المجهودات الجباره اللي كيديروا وثائقين هما في السلطات. كيطالبوا بفتح تحقيق، ان ولدنا صيفطنا مدرسه جينا لقيناه ميت، بغينا فتح تحقيق. داروا المجهود، احسن اطباء في هذا المركب، داروا اكبر مجهود، داروا به تقريبا شي 6 الاطباء تبارك الله، داروا مجهودهم ونعم الاطباء، ونعم الاطباء. سمحوا في الوليدات الصغار، كل شيء دايس، كل شيء تما محطوط وقابلوه هو، ونعم الاطباء. ولكن هو واكل، ولكن الولد وذاك الساعات صرحوني قالوا لي شي معجزه الا جات من عند الله سبحانه وتعالى، وما قدرش نقولها للعائله، ما قدرش. انا اللي كنت كنجلس مع الولد، الوليد ما كان، انا خالته، انا خالته، والسيده عمته، وكنطلبوا بالحق. يا ربي يا ربي. ما سهلاش لاله. متابعينا الاوفياء الله يفاجئ عليكم لاله. متابعينا الاوفياء، هذا الاسره بطبيعه الحال، الام اللي هي مكلومه، شوفوا كيفاش غيكون الاحساس ديالها بعد ما فقدت ولدها. هي كتطالب بفتح تحقيق، كطالب بفتح تحقيق، كطالب بالانصاف ديالها. انا صيفطت ولدي قرا لقيته ميت، بغيت نعرف باش مات بطبيعه الحال. المتابعين الاوفياء الله يكون لها في العون. بارطاجيو على اوسع نطاقات البث المباشر ديالها، نوصلوا لها الصوت ديالها. متابعينا الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. نداء للسلطات الامنيه بطبيعه الحال كيوجهوه هذه الاسره باش يتم الانصاف ديالهم ويتم فتح تحقيق في هذا الملف. اكيد كاينين الكاميرات، كاينين الرجال ديال الامن بطبيعه الحال، ما غايحيوا شيء، عارفين الطرق باش على انهم يوصلوا للحقيقه. الان الملف عند القضاء. درتوا شكايه في الموضوع على لا؟ مشى الاب يدير شكايه ولا جا؟ لا دابا جاو البوليس، مشى معاه السيد. حنا ما قارينش، ما عارفينش امين. لا المخزن هو مكلف البوليس، حنا دايرين ثقتنا في الامن، حنا ما عارفينش، ولكن الامن دايرين فيه الثقه التامه الحمد لله، ودايرين الثقه. وسيدنا يبحث لنا في هذه القضيه، ويبحث لي في اختي وفي راجل اختي وفي عمامه، كل شيء. عمامه ما كيهضروش، تصدموا العائله، تصدمات، كل شيء تصدم. حنا رحنا، الوالده راه عندي طايحه، عندها السكر،
ما نقول لكش العائله كلها، الوليد الكبير، وهذا الوليد الكبير اللي عند اختي، هي ترزات فيه، هي ترزات فيه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هل ها هو الولد الصغير هو عندنا هو مصدوم، ها الوليد الاخر دابا خصنا طبيب نفساني، دابا خصنا واحد فناه واحد غنتبعوا له في طبيب نفساني. يلا جوج دابا، جوج دابا، جوج ترزينا في واحد، واحد هو غنتبعوا له في طبيب نفساني. نعم، واخا لاله، الرساله ديالكم واصله بطبيعه الحال المتابعين الاوفياء، الناس اللي عاد التحقوا بنا وكنطلبوا منكم بطبيعه الحال بارطاج الاوسان نطاق. حنا في مدينه فاس بالقرب من المستشفى الجامعي، هاد الناس، هاد السيده هذه صيفطات ولدها يقرا هنا في مؤسسه ديال دار القران كما قالت مدينه فاس، فهي كتنحدر من دار عياد بتيسا اقليم تاونات، صيفطات ولدها كتقول صيفط ولدي يقرا هنا في فاس في مؤسسه ديال دار القران، فاذا به كيعيطوا لي كيقولوا لي اجي ولدك راه ميت في راه في المستشفى الجامعي، جيت لقيته ميت بطبيعه الحال. انا كناشد السلطات الامنيه باش ياخذوا لي حقي ويفتحوا تحقيق في هذه القضيه. متابعينا شكرا جزيلا لحسن التتبع ديالكم للمشاهده، كنت معكم مراسل قناه موصف بودر، الى اللقاء بكم في بث مباشر اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.